بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن سؤال بيورد كتير ليا، وهو هل ممكن السماد اللي هو اللي بنستخدمه أرضي، هل ممكن نستخدمه إضافات على الأوراق أو تغذية ورقية أو إضافات ورقية؟ هل ممكن؟ في الحقيقة ممكن، عشان نكونوا صراحة هو ممكن. ليه؟ إذا كان سماد مركب فيه العناصر الثلاثة متساوي 20-20-20، ده بتاع يارا، تمام؟ ففي انا بستخدم ساعات اوقات بستخدم سماد اليوريا لما يكون عندي محاصيل مثلا النمو الخضري فيها ضعيف، بندخل بنتدخل بسماد اليوريا، ما فيش اي مشكل خالص عشان يديني دفعه وتكون سهله ونبعد عن المشاكل الارضيه كارتفاع البي اتش والملوحه وخلافه، فبنضطر نستخدم التغذيه الورقيه، تمام؟ وكنا طبعا شرحنا قبل كده عن قصه التغذيه الورقيه. ولكن هل السماد ده بيستخدم، هل السماد ده ممكن استخدمه ورقي؟ ممكن، قلنا يستخدمه ورقي، ولكن الكفاءة قلنا يا جماعة، يعني هنروح لحاجة تانية مثلا زي الشركة، زي شركة زي دي، تمام؟ هتلاقي الرجل متخصص قوي. أولا هي شركة أجرو ليف باور، تمام؟ تقريبا مش عارف الشركة دي مجرية أو حاجة، المهم التوكيل بتاعها تقريبا شركة الياسين في تقريبا، يعني على ما تذكر. هو حاطت هنا 20-20-20، تمام؟ حاطت 20-20-20، ان يعني النيتروجين عنده 20 والفوسفور عنده 20 والبوتاسيوم عنده 20 والتي اي دي العناصر الصغرى او العناصر النادره، سموها زي ما بتسموها. هو على فكره هو في فرق بين عناصر صغرى وفي فرق بين عناصر نادره، بس عشان نكون في الصوره، او في فرق بين يعني فرق بينهم، ولكن ده اللغه الدارجه في الخليج بيقولوا على عناصر نادره، كل العناصر الصغرى بيسموها عناصر نادره، ما علينا مش هنختلف في كتير. المهم انت عرفت ان 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 20 اللي هو النيتروجين والفوسفور 20 والبوتاسيوم عندك 20، تمام؟ ده التوتال. الراجل عندي قال لي ده كله زي بعضه، التوتال بتاعهم 20-20-20، تمام؟ والراجل قال لي فولير ابلكيشن، يعني تغذيه، فولير فيد يعني تغذيه ورقيه، او فولير ابلكيشن معاملات، يعني زي ما تكون الانجليزي طبعا لغه غنيه شويه، يعني زي العربي. فالراجل ما سكتش عند دي، ده الراجل قال لي ده انا هكون ادق تخصصا وهروح لك على حاجه تانية. قلت له هي ايه؟ قال لي طيب شايف الحاجه دي هاي بي، يعني هاي فوسفورس، يعني عالي فوسفور، تمام؟ فعالي فوسفور بقى راح عمل لي ايه؟ قال لي التركيب بتاعي هيكون كده. قلنا دايما الرقم اللي في النص، سواء في اللغه العربيه، سواء اللي كاتب على الكيس بتاعه في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه، دايما الرقم اللي في النص بيعبر عن الفوسفور يا جماعه، دايما الرقم اللي في النص بيعبر عن الفوسفور. واذا فهمت الرقم اللي في النص هتفهم اللي على يمينه ايه واللي على شماله ايه. طبعا دايما في الانجليزي اللي هيكون على اليمين بتاعه بهي من الرقم ده ايه؟ الفوسفور، واللي على شماله هيكون اللي هو النيتروجين، تمام؟ الراجل قال لي انا اكثر تخصصا وهقول لك ان الفوسفور هنا عندي، الهاي فوسفور اللي انا قلت لك عليه ده هيبقى هنا بمعدل 52، تمام؟ والنيتروجين قد ايه؟ ادى النيتروجين 12، والبوتاسيوم قال لي كام؟ قال لي 5، والتي اي دي قلنا زي ما قلنا عناصر صغرى ولا عناصر نادره زي ما تقول، تمام؟ مش كده وبس، ما استكفاش طبعا. التلات عناصر دول هم لب او اللي بيحتاجهم النبات بكميات كبيره، فهم لب القصه. فالراجل دخل تاني وقال لي ده انا هكون اكثر تخصصا وهقول لك ان في حاجه اسمها هاي بوتاسيوم كمان. طيب هاي بوتاسيوم يعني ايه؟ قال لي يعني دايما الرقم الاخير زي ما قلنا يبقى بوتاسيوم، الرقم اللي في النص ايه؟ فوسفور. طب الرقم اليمين دايما بيكون البوتاسيوم، تمام؟ والرقم اليسار في اللغه الانجليزيه ادى 15 نيتروجين. ده المهم اكتشفنا ان عنده الفوسفور منخفض جدا والنيتروجين 15%، وعنده البوتاسيوم اهوت هاي بوتاسيوم زي ما قلت لك اهي، حاططه لك ب 33، يعني هو في المركب ده هو 3 اضعاف الفوسفور وضعفين النيتروجين، تمام. وراح برضو الراجل كاتب لي برضو اهوت، بيقول لي تغذية ورقية، يعني ملهوش، يعني ما نضافش أرضي، لا يضاف أرضي، بس عشان الأسعار بتاعته الغالية فهو بيضاف، عشان مش طبعا الأسعار بتاعته الغالية مش هنضيف أرضي طبعا، يعني في مشاكل هتتوقف عليه كتير، يعني في بي اتش عالي، في ملوحة عالية، في المية ممكن تكون ملحة. فالمهم الراجل بيقول لي رش على النبات أفضل لك، تمام؟ طيب، والراجل كان بتاع أجروليف ده هو كان أكثر تخصصا
وقال يا جماعة عشان ما تتعبش نفسك وعشان برضو ما تحطش دايما في بالك عنصر التكلفة، أنا عايز أريحك. قلت له تريحني إزاي؟ قال لي اللي هنا عشرينات ده رشه في المرحلة مثلا قبل التزهير، تمام؟ قلت له تمام. قال لي بتحتاج الفوسفور في عملية التزهير وما قبل التزهير؟ قلت له آه. قال لي ممكن تضيفي عليه الفوسفور عشان برضو ما ترميش فلوسك في الأرض، تعرف إن الكمية الكبيرة عندك هتوصل للنبات بتاعك في الرشة الواحدة هيكون فوسفور، وإنت لو عندك تحجيم وعايز تحجم الـ النبات عندك كويس، فأنا برضو جايب لك بوتاسيوم أهوت عالي، بوتاسيوم أهوت علشان التحجيم بتاعك يبقى كويس، تمام؟ فالراجل مش ناسي أي حاجة خالص، الراجل بيغذي تغذية ورقية، إذن فعنده علماء قدروا يتوصلوا لحاجات في السماد ده هو تخص سلوك الـ 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 الأوراق بتاعة النبات وسلوك النبو بتاع النبات نفسه لما تترش. إذن فهو مش هيقول لك بالظبط هو اللي عامله إيه، ولكن الأكيد الإفشنسي أو الكفاءة بتاعت السماد ده هو هتكون أكتر من السماد ده هو. إحنا ما بنعيبش في السماد ده هو، بس لكل حادث حديث، تمام؟ السماد ده هو ده تربة، اليوريا تربة، النترات تربة، الفوسفور تربة. أما عشان نيجي نقول أي مركب النهاردة، على فكرة ده تقريبا بثلاث أضعاف ده تقريبا، يعني كده الكيلو هنا 45 يعني في حدود 10 دولار كيلو، هنا في حدود 10 دولار، الكيلو هنا تقريبا يعمل في حدود 4 او 4 دولار، ففي فرق جامد طبعا يا جماعة، تمام؟ انا طبعا ما بقولش يارا، بس انا عشان مثال حي بس قدامي، قد تكون اي شركة تانية عليها برضو الان بي كي، وعشان برضو الناس ما تكونش يعني عندها مشكلة شوية، فممكن برضو احنا بنستخدم اي حاجة، يعني اهو عشرينات عشرينات برضو، ده الكيس ده 2020 برضو كان 2020، فيش اي مشكل فيه يعني، كنا نستخدموه. فالقصة مش واقفة على شركة معينة، ولكن في شركات متخصصة في التسميد الورقي، هو عارف السلوك بتاع العناصر اللي هو حاططها، حاطط فيتامينات، قد يكون حاطط مواد حملة اكثر تطورا، أكثر تطورا، قد يكون حاطط فيها أحماض أمينية، قد يكون يعني حاطط فيها هيومك في صورة ما. المهم دي أسرار ما بيطلعوناش عليها، أنت بتتطلع لحاجة واحدة بس، أنك أنت بعد ما بترش المبيد بتشوف الإفشنسي أو الكفاءة بتاعته أو المردود بتاعه على النبات عمل معاك إيه، تمام؟ فلازم نفرق ما بين السماد اللي يضاف أرض، كله يضاف أرض هيضاف أرض، عشرينات من أي نوع هيضاف أرض هيضاف أرض، طيب هيتضاف تسميد ورقي هيتضاف تسميد ورقي، مفيش اي مشكل فيها. امال المشكله فين؟ قلنا في الكفاءه وفي المردود بتاع الحاجه دي على النبات، وان في شركات اساسا بتتعامل مع التربه ومع رقم البي اتش ومع الملوحه بتاعت، وبتطلع اسمده ارضيه سويل ابلكيشن او تسميد ارضي، تمام؟ وفي شركات اصلا زي اللي احنا شفناها من ديا بمتخصصه في حاجه، ولذلك هتلاقي في مصر انا اشتريت متعادل كيس متعادل ورقي ب 600 جنيه مصري، كيس 20 25 كيلو ب 600 جنيه مصري، وفي كيس يشابه برضه هتلاقيه في حدود ال 250 او ال 300 جنيه مصري، نفس القصه. هو الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان ده متخصص ارضي وده متخصص ورق، ان ده هو جابه خلطه وان ده هو صنعه من الاول وجاب معظم النيتروجين بتاعه من الشق النتراتي او من نترات البوتاسيوم، هي اللي هي الصوره المحترمه للامتصاص سواء للنيتروجين او كانت بالنسبه للبوتاسيوم نفسه، تمام؟ الراجل بتاع التسميد الورقي ده هو عنده علماء زي ما قلت قدروا يتوصلوا لتركيبه معينه تضمن المردود بتاع النبات اللي هو بمجرد ما يرشه بالظبط كده، ما هو الا يوم المفروض الصبح يلاقي رؤيه النبات بتاعته، رؤيه النبات بتاعه متغيره تماما عن الرش بتاع امس، تمام؟ ولكن برضو مش كل حاجه التسميد الورقي، لابد الاثنين يكونوا ماشيين على خطين متوازيين، التسميد الارضي ماشي وبنحتاج التسميد الارض الورقي في بعض المراحل بتاعه النبات، واختلافا للنسبه السماديه اللي مكتوبه على السماد
الرماد، إن كان عندي تزهير في مرحلة تزهير هستخدم عالي فوسفور، وإن كان عندي بوتاسيوم هستخدم بوتاسيوم. طبعا قلت قبل كده هو مش زرار النبات هتدوس عليه هيدي لك البوتاسيوم، يعني النهاردة أنا عندي تزهير أدوس على النبات هيحط فوسفور، أدوس بعد يوم ألاقي الفوسفور جاهز. لا يا جماعة الكلام ده مش موجود، لابد تكون أساسا من قبل المرحلة ما تبدأ يكون العنصر بمستويات ليست حرجة في النبات، بمستويات مرضية في النبات، بحيث انك انت ما يحصل لكش اي مشكلة في او انتكاسة بالنسبة للنبات. ساعة ما يحمل ساعة النبات بيبقى كويس خالص، يجي يحمل او يجي يحمل معك سمار تلاقي النبات حط منك وبقى